بارك الله فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله: رجل أذن لزوجته بصيام النفل وفي أثناء النهار رغب بجماعها، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن النفل لا يلزم إتمامه. يجوز للإنسان أن يفطر في أثناء النهار بأكل أو شرب أو جماع، لا يلزم إتمامه، وإنما هذا في الفرض الواجب من صيام رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. الصوم الواجب لا يجوز نقضه وقطعه، وأما النفل فلا بأس.